الأستاذة ياسمين كانت بتسأل إن أخواتها الاثنين شباب 22 سنة 28 سنة بيشتغلوا، بيجي الوالد بالغصب بياخد منهم نصف أو أكتر من نصف الراتب، وبتحصل مشاكل وإلا يطردهم وما يشوفهمش، هما بيحتاجوا نفقات شخصية ليهم. وهي بتقول هو طاردهم دلوقتي وهم زعلانين معاه ومش راضيين يجولوا البيت. البر مطلوب، وفي نفس الوقت لا ينبغي لهذا الوالد الكريم فعل ما يفعل، ان انا اغصب ولادي واخد فلوسهم وهم بيساعدوك وبيعاونوك وواقفين معاك عشان انت محتاج، فهم واقفين معاك، انما مش بهذه الصوره ان انا اطرد واشرد ويبقى ده اسلوبي في التعامل مع اولادي وتبقى العمليه كلها قائمه على الماديات فقط. النقطه الثانيه، دايما مع اذا الانسان بيقابله في حياته ظلم من احد الوالدين او حتى كليهما، لابد الانسان يبقى دايما متذكر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتى لو أنا اتظلمت، حتى لو أنت اتظلمت، تحاول بالحكمة في التعامل معهم نخرج من مثل هذه المواقف، ولابد من حيلة لإصلاح ذات البين يا ياسمين، فتحاولي تكلمي إخواتك أنه ده والدنا وإحنا ما ينفعش يعني ان احنا نهجره او احنا نقاطعه، نصر على وصله ونقول له احنا يا والدي بنساعدك عشان انت محتاج، فاحنا بنساعدك قدر الطاقه برا بك وحفظا لحقك علينا قدر طاقتنا، عشان تبقى العمليه فيها سلاسه، ما تبقاش كده بهذا الغصب والاكراه. وانت عليكي دور برضو في الاصلاح ما بين الوالد وما بين هذين الشابين. ربنا يبارك فيكم جميعا ويصلح الاحوال.